نعم يا شيخ، لو تحدثنا عن شيخكم الشيخ بن باز رحمه الله. رحمه الله. هذا الشيخ على كل حال، أولا ما رأيت من شيوخي من جهتي الأخلاق وهكذا والفطرة مثل الشيخ بن باز. سبحان الله. الخلق من حيث الدولة الشيوخ كل ما عنده خلق، لكن للشيخ ميزة كبيرة جدا في خلقه العظيم. رأيت. فأولا ما كونه لي من شيوخ الاستفادة السماع أنه لما انتقل إلى الجامعة الإسلامية كما تعرفون، وكان نائبا للرئيس، لرئيس الجامعة، أو نائب رئيس الجامعة، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس الجامعة حسب نظام الدولة في هذه الوظائف. فلما انتقل إلى الجامعة كانت له دروس، كانت له دروس في شرح صحيح مسلم، كان شرح بعض صحيح مسلم. فهذا الشرح كنت أجتهد حتى أحضره، أجتهد في الحضور، في حضور هذا الشرح. رأيت. واستمعت منه شرحا لنتف أو لعدة من الأحاديث وهكذا، وعرفت طريقته أيضا، لأنه قبله بعض الشيوخ من الشناقة كمحمد المختار في المسجد النبوي كالأمين وهكذا أحمد، لكن الشيخ عبد العزيز طريقته في الشرح الحديث وقفت على هذا، على هذه الطريقة. ممكن نعرفها شيخنا؟ نعم. هو باختصار الشيخ كان يشرح الحديث ما يظهر منه بجلاء من الحديث في التراكيب يشرحه وما يؤخذ منه. وقد يكون بعض ما ظهر من نص الحديث أحيانا قد يكون هناك من يخالف العلماء، أو هناك بعض زيادات من بعض العلماء على ما في الحديث. فهو لا، إذا رأى أن هذا الذي يزيده بعض العلماء أو يأتي به وهو علم أيضا، إنما يذكره بالنظر إلى أدلة أخرى مثلا، لكن هذا الحديث ما ظهر منه للشيخ يفسره به ويشرحه به وهكذا. شرح مختصر من عادة الشيخ الاختصار. نعم نعم. هذه طريقته العامة. نعم. رأيته وهكذا. هذه طريقة العامة في عند كما فهمت منه في شرحه لما شرحه من صحيح مسلم وهكذا. في الجامعة شيخنا؟ وفي الجامعة ما حض دروسه في الجامعة كان هكذا، إلا إلى محاضرات وكذا وما أشبه ذلك. رأيت. إلى محاضرات وما أشبه ذلك. نعم. طيب أسمع المشايخ الآخرين.